بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب العاشر من الكتاب الحادي والخمسين، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. وحديث الإفك هو ما حدث لسيدتنا عائشة من تهمتها وتبريء الله لها في القرآن كما ورد في سورة النور، وقبول توبة القاذف. والذي القاذف هو الذي يقذف المحصنات أو المحصنين، يعني العفيفات أو العفيفين من الرجال، ده اسمه قاذف، يقذفهم في عرضهم يعني. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 96 بعد 107,000، قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، والسياق حديث معمر من رواية عبد وابن رافع. قال يونس ومعمر جميعا عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا كل ده كلام من الزهري، يعني الزهري سمعوا من عدة صحابة أو تابعين، من عدة تابعين عن ستنا عائشة، فجمع الروايات المختلفة من العدة دول ولخصها لك في الرواية دي، لأن بعضهم زاد وبعضهم نقص وبعضهم كان أوعى، فهمت بقى إزاي؟ فهو إيه، لخص لك الحكاية كلها، وهذا لا يضر. ليه؟ لأنه جمع روايات الثقات، ما حطلكش واحد ضعيف في وسط الثقات وجمع روايته على روايته، فكلهم ثقات، وبالتالي ما زال الحديث صحيح، فهم؟ ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه. يبقى هذا يدل على جواز الأخذ بالقرعة في القسم بين الزوجات، وكذلك في العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك، وهذا عند الجمهور. أما أبو حنيفة رضي الله عنه فقال أن القرعة باطلة، وأن هذا خاص بالنبي، من حقه أن يفعل ذلك، أما القرعة فباطل. هذا مذهب مين؟ أبو حنيفة. وحكي قول عنه بإجازته كباقي الجمهور، واضح؟ فأيتهن، أيوة، كل معهم الضمير يعود لماذا معهم، خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، مع النبي يعني. الضمير يعود مع الرسول، خرج بها معه، يعني مع رسول الله، مع نفسه يعني، أخذها معه، أخذك معي
الياء تعود على مين؟ عليه، مش كده برضه؟ فأخذها معه، يعني أخذها هو مع نفسه، مش كده برضه؟ قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب. وهذا كان في غزوة اسمها بني المصطلق أو المريسيع، وكانت غالبا قبل الخندق الراجح، لأن فيها ذكر سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ ماذا؟ مات بعد الخندق بقليل، فدل على أنها كانت قبل الخندق، خلافا لبعض المؤرخين اللي جعلوها بعد الخندق وأصبح مشكلة في ذكر سعد بن معاذ. فالمريسيع كانت قبل الخندق بشهور. وأنزل فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. والهودج هو ما تمكث فيه المرأة على ظهر الجمل محاط بستر حتى لا يراها الناس، كأنها حجرة محاطة بستر على ظهر الجمل، بحيث أن المرأة لا تمتهن كرامتها في أثناء سفرية فيراها الناس، فيقوموا يستروها ويسموه الهودج. يبقى كأنها حجرة كده مسترة بستائر فوق ظهر الجمل، فوق سنم الجمل، تجلس فيها المرأة المسافرة، يسموه الهودج. فبتقول: فأنا أحمل في هودجي، وذلك بعدما أنزل الحجاب. لما نزل الأمر بحجاب أمهات المؤمنين عن الرجال، صار ايه؟ سفرهم بالهودج. قبل كده كانوا ممكن يركبوا زي سائر النساء. فانا احمل في هودجي وانزل فيه، كان في ناس بايه بيحملوا الهودج وهي فيه يطلعوه على الجمل، ولما يجي الجمل يبرك يشيلوا الهودج ينزلوه عشان تنزل منه، كانها بتعاني يعني. وفي هذا دليل على ايه؟ اعانه المراه في اثناء السفر حتى ولو كان من الرجال الاجانب، لأن هذا كان لا يفعله النبي، بل يفعله الرجال الأجانب اللي هم خدام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى يجوز خدمة المرأة من الأجانب مع مراعاة الستر. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، مسيرنا يعني كلما استرحنا ينزلوني، وكلما إيه صاروا يحملوني. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه اللي هي بني المصطلق، قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة من الهجرة على خلاف بين المؤرخين، وقفل يعني عاد إلى المدينة، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، يعني كانوا مستريحين وهم قربوا المدينة. آذن يعني إيه؟ يعني إعلام للجيش إن إيه هيا ارحلوا، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل، راح تقضي حاجتها، حاجة الإنسان، قالت على ما الجيش يستعد ويرحل تكون قضت حاجتها وترجع تركب الإيه تدخل في الهودج. حتى جاوزت الجيش يعني فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني لحد ما بعدت عن انظار الناس علشان ايه تتستر لقضاء حاجتي. فلما قضيت من شأني اقبلت الى الرحل، وصلت للرحل اللي هو عليه الهودج، فلمست صدرها، فلمست صدري فاذا عقدي من جذع غفار قد انقطع، لقيت الجذع بتاع العقد بتاعها اتقطع منه. ده عقد على فكره كانت اديته لها اختها اسماء هديه، اختها اسماء اديته لها هديه. جزع يعني خرز، ظفار اسم مدينه في اليمن، يبقى كانه ايه منسوب لايه؟ لمدينه الصنع، يعني خرز من مدينه ظفار. ظفار دي مدينه في اليمن، وجزع اللي هي خرزات
العقد، وبيبقى مجزع فيه بياض وسواد. لفظ ظفاري بدون التنوين. ظفاري، دي مبنيه على الكسر. تقول رايت ظفاري، خد بالك ازاي، او جئت من ظفاري، او ظفاري ظهرت. شوف كل ده تبدأ مبنيه على الكسر على طول كده. فاذا عقدي من جذع ظفاري قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء. العقد ده حكايته حكايه مع ستنا عائشه في الغزوه دي بالذات، لان هم رايحين الغزوه العقد بتاعها ضاع منها في استراحه من الاستراحات، والنبي عايز يمشي، فقعدوا ايه، عطلت كل الجيش لحد ما الفجر طلع عليهم في مكان ما فيهوش ميه عشان بيدوروا على العقد. فنزلت ايه التيمم ببركه هذا، فهمت ازاي؟ وهم رايحين سوره ايه، ايه التيمم، لان ايه، لان طلع عليهم الفجر وابوها ابو بكر بقى قاعد يتخانق معاها، يعني عطلت الرسول وعطلت الجيش في مكان فيه ما فيهوش ماء، كل ده عشان العقد بتاعك وشغلانه قاعد. فلما نزلت ايه التيمم فايه، فقالوا لهم هذا ايه من بركاتكم ال ابي بكر. كويس، ايه التيمم نزل. وبعدين بعد ما صلوا بالتيمم بيقوموا الجمل اللي ستنا عائشه بتركب فيه، طلع الجمل قاعد على العقد بعد ما قلبوا الدنيا عليه، فهمت ازاي؟ وهم راجعين بقى حصلت حادثه ايه؟ يبقى العقد ده في غزوه المريسيع ليه قصتين، قصه في المرواح نزلت ايه التيمم، وقصه ثانيه كان سبب ايه؟ نشوء حادثه ايه؟ الافك. لانه لما ضاع من ستنا عائشه والتمسته رجعت تدور عليه تاني، على ما بحثت عليه تاني رجع كانت الجيش خدوا الايه الرحل ومشي، فقعدت لوحدها، فهمت؟ لحد ما جه صفوان بن المعطل ايه لقاها، لان صفوان بن المعطل كان شغلته ايه في السفر، يقعد لما كل الجيش يمشي وهو اخر واحد يمشي. ليه؟ لان اي واحد ناسي حاجه يروح لممها وحاططها ويرجع يحصلهم، عشان اللي ناسي حاجه، يعني صفوان بن المعطل تملي متعطل، فهمت ازاي؟ تملي يمشي في اخر الجيش بعد ما ينصرف خالص، يطلع النهار، يبتدي اما يطلع النهار يشوف المكان اللي كان الجيش فيه، اللي ناسي سيفه، ناسي حاجه، ناسي شنطته، ناسي اي الموبايل بتاعه، ناسي اي حاجه، يقوم ايه؟ يلم الحاجات بتاعتهم دي كلها يحطها معاه لحد ما يلحق الجيش في الاستراحه الثانيه. يوم ايه الناس تروح اللي ضايع منه حاجه يروح لصفوان بن المعطل يقول له ابحث عنه، فهمت؟ دي كانت وظيفته. يلا يا فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، الرهط اللي هم الناس اللي بيخدموها يعني بيشيلوا الرحل يركبوها، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت اركبه وهم يحسبون اني فيه، لان كانت وزنها خفيف فكانوا يشيلوا الرحل وهي فيه كانها مش فيه من كتر ما هي وزنها خفيف، وهم عدد كبير من الرجال فمش هيلاحظوا فرق الوزن، فاهم؟ وهم يحسبون اني فيه. قالت وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، يهبلن يعني يكثر لحمهن، خفافا يعني وزنهم خفيف، لم يهبلن يعني لم يكثر لحمهن ولم يغشهن اللحم، نفس المعنى يهبلن، وكأن العطف هنا عطف تفسير، إنما يأكلن العلقة من الطعام، لأن كانت عادتنا ناكل طعام قليل يدوب على قد الرمق، فما كانش بقى فيه السمن ده، السمن ده ما كانش مشهور. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوا ورفعوا، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع. على ما لقيت العقد بتاعها راحت، لقيت ما فيش ولا حد في المكان، كله مشي، ليس فيها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه. وده برضه من عقلها الراجح، بدل ما تمشي لوحدها تتوه،
قالت هنرجع في منزلي اللي انا كنت فيه لما يفقدوني يرجعوا لي يلاقوني. فاهم؟ بل ده عقل راجح. لما الواحد يتوفى في مكان عن اهله يقوم ايه؟ يرجع لنفس المكان اللي كانوا هم فيه، لان اول ما هيفتقدوه يعملوا ايه؟ هيرجعوا لنفس المكان. يقوم يلاقوه. فاهم؟ فتيممت منزلي يعني قصدت منزلي اي موضع نزولي الاول الذي كنت فيه، وظننت ان القوم سيفقدوني فيرجعون الي، فبين انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، وده كان ايه؟ بدري، من اهل بدر، من فضلاء الصحابه. ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، يعني نزل ليلا للراحة من وراء الجيش على عادته عشان ايه؟ يلم ما بقي من الاشياء. فالدلج يعني جاء في اخر الليل في الموضع بقى ده يبحث عن يلتقط اي حد يضايع منه حاجة. فالدلج فاصبح عند منزلي. الدلج يعني جاء في اخر الليل مع بقايا طلوع الفجر كده، لحد ما النهار شقشق خفيف كده الاصفار، شاف خيال ستنا عايش نايما. فالدلج فاصبح عند منزلي فراى سواد انسان، يعني ايه سواد انسان؟ يعني شبحه وهو مغطى فراى سواد انسان نائم فاتاني فعرفني حين راني، وقد كان يراني قبل ان يضرب الحجاب، لانه عارفها قبل ما يضرب الحجاب، عرف الناس ستنا عايش ان يضرب الحجاب علي. فاستيقظت باسترجاعي، هو اول ما شاف ستنا عايشه كده ونايمه لوحدها في مكان والجيش كله، قال لا، انا لله وانا اليه راجعون، لان اللي يضيع في الصحراء مات. فهم؟ فخاف عليه، فقال ان، لانها مصيبه، فقال إيه؟ انا لله وانا اليه راجعون. هي نايمه، فلما سمعت بيسترجع صحيت. فهمت؟ استيقظ. حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، لان كان الحجاب نزل، يعني كان بعد صورة ايه؟ بعد الامر بالحجاب. فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى اناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، يعني ثبت الراحلة الجمل وهو نايخ كده بإيده على عشان ما تتهزش لحد ما تركب ستنا عايشة على بره. حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، يعني إيه وطئ؟ يعني وضع قدمه على يد إيه؟ على يد الراحل. فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. كان الجيش بيستريح مع ايه؟ مع طلوع الشمس كده، يعني قبل الظهر بنص ساعة ولا حاجة او ساعة، لحد ما الشمس تهدى شوية وقت اسمها ايه. فالجيش كان مستريح، كان هو حصلهم سيدنا ايه صفوان بن المعطل في الوقت ده، وقت استراحتهم عند الظهيرة. بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، نازلين في وقت الوغرة، مغيرين يعني نازلين في وقت الوغرة، والوغرة هي شدة الحر. هذه معنى مغيرين. وقت القيلولة؟ وقت شدة الحر، أو ممكن يقولوا عليه القيلولة. فهلك من هلك في شأني، يعني ابتدى بقى الناس إيه؟ يطلعوا الإشاعة، إيه اللي جايب عائشة مع صفوان كده وكانوا لوحدهم فين؟ ابتدوا بقى إيه؟ المنافقين لقوها فرصة يعملوها أي كلام بقى، خدت بالك؟ فهلك من هلك في شأني، يعني إيه؟ أفاض في الكلام الذي لا يليق في شأنها. وكان الذي تولى كبره، يعني اللي بدأ أنشأه وإيه؟ وكده، كان عبد الله ابن أبي ابن سلول، اللي هو زعيم منافقين المدينة. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا، طبعا نامت في الليل في البرد، جالها انفلونزا، فلما وصلت المدينة بتعطس ورشح وكل حاجة، عيان. فهمت ازاي؟
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا. ده نزلة شعبية الظاهر ولا حاجة يعني مرض كان يجي لها حرارة. والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر لأنها ما بتخرجش وما بتحتكش بالناس فكانت مريضة ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني كانت الحاجة الوحيدة اللي مشككاها في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لما تمرض كان يبقى مترفق بها ترفق جامد. المرة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كده كيفتيكم وخلاص سألش عنها أكتر من كده. فهي قالت إيه ده هو ليه تغير معي فهم؟ هي دي بس الحاجة اللي كانت مش فاهمها. ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف يعني الشفقة المعتادة والرفق المعتاد الذي كنت أرى منه حين أشتكي يعني حين أمرك. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيفتيكم فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا. كانوا ايه يروحوا مكان اسمه المناصع بعيد للنساء خاص بالنساء يقضوا في حاجتهم لان ما كانش فيه طبعا تواليتات ولا ايه دورات مياه داخل البيوت يمه. فخرجت مع ام مسطح تقضي حاجتها بعدما نقهت. وام مسطح دي ايه قريبتهم قريبة ابي بكر الصديق. وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. يعني ما كانوا يخرجوا يقضوا حاجتهم من الليل لليل بس النساء. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. يعني كان العرب الأول كانوا ايه يستقذروا ان يقضوا حاجتهم في المكان اللي بيناموا فيه. فكانوا يستقذروا كده. فعادتهم المكان اللي يناموا فيه ما يبقاش فيه اي قذار. عايزين يقضوا حاجتهم يروحوا بعيد يقضوا ويرجعوا تاني يقعدوا في المكان النظيف. دي كانت عادة العرب الاول. ما عملوش الكنف جنب البيوت او داخل البيوت الا لما فتحوا الشام. فهمت ازاي؟ وشافوها بقى في الشام النظام ده ولقوه مريح شوية فبدأوا يعملوا الحكاية. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه. وكنا التنزه يعني إيه؟ يعني التطهير والتباعد عن الأقذار في أماكن الإقامة. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. ومسطح ده شهرته لكن اسمه الحقيقي عامر وهو بدري برضه مسطح ده من أهل بدر. مسطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم اللي أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. فعثرت أم مسطح في مرتها اتكعبلت في هدومها. أم مسطح وهي ماشية اتكعبلت عثرت يعني إيه؟ يعني اتكعبلت فكادت تقع داست على ثيابها قادت تقع. فعثرت أم مسطح في مرتها فقالت تعس مسطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا. يعني قالت ايه اللهم خيبك يا مسطح. انت على عادة الستات يعني. فستنا عايشة استعجبت ازاي تسب ابنها وتخيبه كده وهو من اهل بدر. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا. قالت ايها انت اولم تسمعي. يعني انت ما تعرفيش هتحكي لها بقى كلها. ايها انت يعني يا ضنايا او يا بلهاء او يا عبيطة مش عارفة اللي حصل. ادي المعنى كده.
فهمت ازاي؟ باللغه بتاعتنا العاميه يعني، فهمت ازاي؟ او يا ساذجه ده انت مش عارفه اللي حصل، ادي معنى هنتاء. يبقى هنتاء كمان ليه؟ ايه؟ لمن يوصف بالبلاهه او الحمق او عدم الفهم او عدم الدرايه او عدم الخبره، فهمت ازاي؟ كده. قالت: اي هنتاء اولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فاخبرتني بقول اهل الافك. بعد شهر يا دوب سمعت الافك. فازددت مرضا الى مرضي، فلما رجعت الى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: اتاذن لي ان اتي ابوي؟ قالت: وانا حينئذ اريد ان اتيقن الخبر من قبلهما. فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المراه لا تخرج من بيت زوجها لزياره اليها الا باذن زوجها. فجئت ابوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، يعني جميلة، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني كأنها بتقول لها، بتهين عليها وتقول لها: ده بس إيه غيرة الضرائر وانت جميلة، فلازم يحصل كده شوية مناوشات، معلش. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. لا يرقأ يعني لا ينقطع، لا يرقأ لي دمع يعني لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، استبطأ الوحي، يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. سيدنا علي نظر لحزن النبي، لجهة حزن النبي، فأراد أن يخفف عنه، فقال له: خلاص هون عليك، والنساء غيرها كتير، ولو أنت عايز تتأكد اسأل الخادمة بتاعتها تصدقك بس. سيدنا أسامة نظر لجهة ستنا عائشة، فهمت إزاي؟ فقال: دي هي لا نعلم عنها إلا خير، وهي أهلك يا رسول الله. يبقى لما اختلفت الجهة النظر اختلفت الشهادة، فهمت؟ سيدنا علي شايف سيدنا رسول الله مهموم هم شديد، وهو عايز يخفف عنه، فهمت ازاي؟ فتكلم من وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخفف عن النبي. قال له: النساء كتير غير، انت ليه زعلان؟ وبعدين لو عايز تتأكد اسأل الخادمة بتاعتها، وان تسأل الجارية تصدق. يعني لو سألت خادمتها اللي هي بريرة اللي بتقعد معاها على طول هتصدقك القول. يعني كأنه برضه لم يغفل ايه تبريء ستنا عائشة، يعني هو بيهون على النبي اولا، ثم لم يغفل ايضا تبريء سيدتنا عائشة. يبقى شهادة سيدنا علي اقوى، لانه نظر للجانبين. سيدنا علي شهادته اقوى من سيدنا اسامة بن زيد. سيدنا اسامة بن زيد لم ينظر الا جانب سيدتنا عائشة وغفل ان النبي مهموم، فهمت؟ يعني قال له: خليك في همك كده، مراتك ما يهمكش، كويس زي الفل. طب وهم النبي؟ ما هو مهموم، الناس بتتكلم، فهمت؟ لكن سيدنا علي بقى نظر للنظرتين، فهمت؟ فخفف عن النبي، قال له: بسيطة، النساء غيرها كثير، هون عليك يا رسول الله. وبعدين بعد كده لم يغفل جانب سيدتنا عائشة، قال: وإن تسأل الجارية تصدقك. يعني عايز تبرئها اسأل خادمتها هتعرف قصتها، فهمت بقى ازاي؟ يبقى سيدنا علي هنا، لأن المستشرقين أفاضوا في القصة دي وقالوا إن هنا ستنا عائشة زعلت من علي عشان كده خرجت ورافق الجمل تحاربه. كل ده كلام جهل، دول جهلة. اولا دول الصحابه ما فيش في نفوسهم شيء، ما عندهمش الحقد والغل بتاعنا احنا. احنا مش متربيين، هم متربيين. فلما يبقى واحد مش متربي يقرا النصوص هيفهمها على شاكلته، على طريقته. لما يبقى واحد مزكي قلبه ويفهم انه بيتكلم على ناس رباهم النبي يقوم يفهمها على الوجه الصحيح، فهمت بقى المساله؟ فلازم تاخد بالك منها. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير،
وان تسال الجاريه تصدقك. شوف وان تسال الجاريه تصدقك، هنا راعي براءتها. فهمت؟ قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال اي بريرة؟ يبقى سيدنا رسول الله عمل بنصيحة سيدنا علي، دعا بريرة اللي هي خادمة ستنا عائشة اللي كانت تروح لها تطبخ لها وتنظف لها البيت، والستنا عائشة كانت اعتقتها، فكان بينهم ايه؟ ولا عتق. فقال اي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمس. إن يعني ما، إن هنا المخففة من الثقيلة، يعني ما، يعني ما رأيت عليها، إن رأيت عليها أمرا قط أغمسه عليها، يعني أعيبه عليها، أغمسه يعني أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قال عيبها الوحيد بس إنها صغيرة في السن، اعمل العجين واخمره واروح اعمل حاجه، او لا خدي بالك من العجين، تنام تيجي الشاة تاكل العجين، هي دي بس اللي مضايقني منه. انت ازاي؟ ادي كل الحكايه. الداجن اللي هي ايه؟ الدواب اللي بتعيش في البيوت زي الفراخ، الشياه، الحاجات دي اللي هي الحيوانات اللي بتعيش داخل البيوت. اكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الموضوع شاع في المدينة بقى، فالنبي بقى وقف على المنبر علشان إيه؟ يخطب في الناس ويقول شوفوا لي حل، أنا لا أعرف عن أهلي إلا خير، وصفوان بن المعطل ده من صالحين الصحابة، فما هذا الكلام الذي يقال؟ فهمت بقى ازاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ اذاه في اهل بيتي، فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، اللي هو صفوان بن المعطل، وما كان يدخل على اهلي الا معي. فقام سعد بن معاذ الانصاري اهو اللي مات بعد خيبر، وبالتالي بعد الاحزاب الخندق يعني، وبالتالي يبقى الغزوه دي كانت قبلها على طول، ده اكبر دليل، لان ست بن هشام خلت الغزوه دي بعد الخندق، فيبقى في خطا في ست بن هشام. فهمت ازاي؟ فقام سعد بن معاذ الانصاري فقال انا اعذرك منه يا رسول الله، يعني انا ايه؟ اخد عذرك منه يا رسول الله، وانا إيه؟ الومه وامنعه من هذا واعاقبه. من يعذرني؟ يعذرني يعني ياخذ حقي، يرد لي حقي. فهمت ازاي؟ فقال انا اعذرك منه يا رسول الله، ان كان من الاوس ضربنا عنقه، لان ايذاء النبي عقوبته ايه؟ القتل. فهمت بقى ازاي؟ ان كان من الاوس ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. هو مش خزرجي، هو زعيم الاوس. سعد بن عباده زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الاوس. فهمت؟ فقال له ان كان من الاوس يعني من قبيلتنا ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، علشان التاني من عيلة تانية، فقال لسعد بن معاذ كذبت يعني أخطأت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فهمت ليه؟ لأن بقى إيه خدته إيه؟ نزعت القبلية. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس، قامت خناقة كبيرة في الجامع، قاموا هيضربوا بعض، والنبي على المنبر صلى الله عليه وسلم. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، يعني لا ينقطع لي دمع ولا أكتحل بنوم،
ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي، تبكي معاها توسيها يعني. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله. لو كان القرآن من عند النبي كان يستنى؟ ما كان يقول له الآيتين وخلاص ويألفه؟ ده أكبر دليل عن القرآن ده وحي من عند الله. يعني حادثة الإفك دي فيها اللي كذب في القرآن، اللي يقول القرآن من عند النبي يفسر لي طيب ليه يقعد شهر صلى الله عليه وسلم؟ قال: القرآن من عند الله، والله القرآن من عند الله، لكن تقول ايه للكفار؟ خلاص، علشان هم من اهل النار نعمل لهم ايه يا سيدي؟ فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: اما بعد يا عائشة، فانه قد بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. شوف، ما زال هو رسول الله بيتكلم من قبل الرسالة مش من قبل الزوجية. عارف لو زوج كان ضربها واتخانق معاه وعمل الله، لكن ما زال هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم من جهة النبوة والرسالة والرحمة. إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، يعني توقف الدمع من إيه؟ من اندهاشها، إن النبي واجهها بهذا الكلام، اندهشت، قلص دمعي يعني جف دمعي، حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حتى نسيت يعقوب فقالت أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني ما فارق، رام يعني فارق، ما رام يعني ما فارق مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه مكان يأخذه من البرحاء عند الوحي، العناء وشدة الوحي كان يبان على النبي أثر أنه بيوحى إليه، البرحاء اللي هي الشدة، ما كان يأخذ من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. الجمان الدر والياقوت، الجمان يعني الدر والياقوت، مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، يعني في عز الشتاء، من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل وراءتي. دي من باب إدلال الزوجة على زوجها، يعني وهو لولا النبي كان هتظهر براءتك. النبي هو محل الوحي،
فهمت؟ لكن هو من باب إدلال الزوجة على زوجها لما ظهرت براءة يمين. فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمل إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال. مصطح مش هو اللي أنشأ الإشاعة، الإشاعة أنشأها إيه؟ عبد الله بن أبي، لكن مصطح بقى ينقلها. ما سمعتوش الناس بيقولوا إيه ويقعد في مجلس تاني، أنتوا ما تعرفوش الناس بيقولوا إيه ويخلص مجلس ده يروح مجلس تالت، انتوا ما سمعتوش كنت قاعد مع الناس بيقولوا ايه، قاعد ينشر الحكايه. الظاهر كان مذيع في احدى القنوات الفضائيه ولا حاجه، واخد بالك ازاي؟ فسيدنا ابو بكر طبعا زعل من مصطح، كان بيصرف عليه وهو فقير وهو قريبه ابن خالته، يعتبر ابن خالته، واخد بالك؟ فابن بنت خالته يعني. فقام حلف قال والله لا انفق عليه ابدا. فنزلت الايات ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه، ولا ياتلي يعني لا يقسم يحلف من الايلاء وهو القسم، ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى، حبان بن موسى ده يعني ذكره ده يمكن أول موضع يذكر فيه. قال حبان بن موسى اللي هو مذكور في أول الإسناد، لم يذكر في صحيح مسلم كله إلا في حديث الإفك، لكن الإمام البخاري أكثر من الرواية عن حبان بن موسى. قال حبان بن موسى قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، برضو كان سأل زي ما سأل أسامة بن زيد وسأل سيدنا علي بن أبي طالب، سأل إيه أسامة ستنا زينب بنت جحش وسأل بريرة. سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تنافسني في الجمال وميل النبي لها، تقاربني يعني تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها تنشر الإشاعة. يعني حمنة بنت جحش أختها كانت بتنشر الإشاعة يعني إيه علشان إيه ترضي أختها، يعني لأن ستنا عائشة ضرتها. فهلكت في من هلك، هلكت لأن أقيم عليها حد القذف. ما هو النبي أقام حد القذف على مين؟ على مصطح اتجلد 80 جلد، وحمنة بنت جحش اتجلد 80 جلد، وحسان بن ثابت اتجلد 80 جلد،
كل دول اللي هم ايه اقيم عليهم حد القذف. فهمت ازاي؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، لانه نقل الحديث فاقيم عليه حد القذف في المسألة. يبقى عندنا حمدة بنت جحش اقيم عليها، ومسطح ابن اساسة، وايه وحسان بن ثابت، وعبد الله بن ابي بن سلول هل اقيم عليه الحد ام لا؟ اختلفت الروايات، بعضها قالوا وبعضها قالوا لا، لانه كان لئيم لم يعترف انه قال وما قالش على الملأ فلم تثبت، هو قالها نبذ كده في السر وانتشرت، فقيل انه لم يقم عليه الحد، واخد بالك؟ وفي بعض الروايات الضعيفه قالت ان النبي اقام عليه الحد ايضا، واخد بالك؟ يبقى معنى هلك في من هلك يعني يقيم على حد القسم. قال الزوري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس: احتملته الحمية على إيه؟ سعد بن عبادة. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا فليح بن سليمان حا قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسناديهما. وفي حديث فليح: اكتهلته الحمية، الحمية أو الحمية اللي هي العصبية، يعني الحمية هنا اللي هي عصبية الجاهلية، التعصب للقبيلة يعني. كما قال معمر. وفي حديث صالح: احتملته الحمية كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول لأن حسان كان إيه أقيم عليه الحد، فكان الناس يقابلوا عائشة يقول لها مش قال فيكي كذا ويسبوه، فكانت سيدنا عائشة تكره لأنه تاب الله عليه، لأنه أقام أقيم عليه الحد وخلاص. وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. قال بقى قصيدة بعد كده يعتذر فيها ستنا عائشة، وده بيت منه سيدنا حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يعني إن الرجل الذي قيل له ما قيل هو صفوان بن المعطل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. يعني إيه؟ يعني ما كشفت عن كنف أنثى قط، يعني ما جمعت امرأة قط، ما كانش له في النساء خالص صفوان بن معطل، ولم يتزوج ولم يقترب من أنثى قط، فسبحان الله يتموها في رجل ليس له في النساء، يعني البراءة موجودة قبل ما ينزل القرآن. فهمت؟ فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط، كناية عن الجماع يعني. قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله، ده سيدنا صفوان ابن المعطل. وفي حديث يعقوب ابن إبراهيم: موعرين، ده كان مغيرين، موعرين بالعين في نحر الظهيرة. وقال عبد الرزاق: موغرين بالغين. قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق: ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، اتهموا أهلي. أبنوا يعني اتهموا، أبنوا أهلي، ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط. وأبنوهم بمن؟ يعني اتهموهم بمن؟ والله ما علمت عليه من سوء قط، ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا غبت في سفر إلا غاب معي، اللي هو سيدنا صفوان بن المعطل. وساق الحديث بقصته وفيه: ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت: والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها، شك هشام فانتهرها بعض أصحابه فقال: اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به.
يعني سبوها يا مجرمة يا قليلة الأدب، اصدق النبي، أدي معنى قالوا لها يعني أسقطوا لها في القول، يعني غلظوا القول عليه علشان يخوفوها تقوم تقول الحق يعني، فهم؟ فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ من على تبر الذهب الأحمر، وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله، اللي هو صفوان بن معطل لما وصل له برضو الكلام اللي اتقال في حقه، قال سبحان الله والله ما كشفت عن كنف أنثى قط. قالت عائشة وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنته. وحمنته وهو الذي تولى كبره وحمنه أصل كسرينها الحق ها؟ إيه؟ في قراءة تانية بالكسر يعني يجوز بالكسر والفتح حمنة وحمنة. طيب احنا جبنا حمنة بنت جحش امتى بقى؟ في اي باب؟ كتير تذكر في المستحاضات، تملي ذكر المستحاضة حمنة بنت جحش، كانت مستحاضة لدرجة انها كانت تصلي في طست من شدة الدم اللي نزل منها، فتلاقي معظم احكام الاستحاضة خدناها من حمنة بنت جحش. شفت بقى؟ لقيت كتير تذكرها كتير. ولاد جحش بنات جحش كانوا مستحاضات، حتى ستنا زينب بنت جحش كانت برضو تعاني من الاستحاضة، بنات جحش كنا يعانينا من الاستحاضة وكانوا محتاجين الزهر طبيب أو طبيبة أمراض نساء وتوليد يعالجوا، واخد بالك؟ فكانوا يعانوا من الاستحاضة، فعلى شكل تلاقي معظم أحكام الاستحاضة تلاقي إيه؟ إيه مذكورين فيها. باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. وعن أبي قال حدثني الريبة اللي هي الشك يعني، حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم ولد رسول الله اليمين اللي هي ماريا، يعني اتهموا راجل انه ايه زنى مع ماريا، فهمت ازاي؟ ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد، يعني بئر حمام سباحة يعني في البسين، لا ايه في البسين يا سيدي، فإذا هو في ركي يعني بئر يتبرد يعني يستحم فيها، فقال له علي اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مكبوب لا ذكر له، لا ايه مكبوب يعني مخلوق بلا ذكر، فهمت ازاي؟ مقطوع الذكر ليس له ذكر، فكف علي عنه. قاضي بقى سيدنا علي ما رايح يقتله بناء على انه ايه التهم بالزنا، بس يبدو ان الاتهام بالزنا لا يوجب القتل، خد بالك، فيبدو ان هذا الولد كان منافق فكان حيقتل لنفاقه لا لكونه اتهم بالزنا، لان لا يقتل بالتهمه بالزنا، فهمت ازاي؟ فسيدنا علي ظن ان النبي امره بقتله لكونه اتهم بالزنا، فلما لقاه مكبوب الذكر كف، فهمت بقى المساله؟ ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمكبوب ما له ذكر، يعني ايه اشاعه ملهاش لازمه يعني. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب صفات المنافقين وأحكامهم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.